إدارة النادي الأهلي لكم في مطار برج العرب؟ والله كعضو في الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي نشكر برشا إدارة النادي الأهلي، نشكر برشا الجماهير المصرية على الاستقبال الممتاز. استقبال البارح في المطار تاع الإسكندرية كان استقبال ممتاز من أعلى تراز. الإقامة كيف كيف النزل كانت ممتازة، حتى الحصة إزالة الإرهاق والتنشيط العضلي اللي صارت البارح كانت حصة ممتازة. نتصور اليوم لازمنا نوصل المستوى هذا، مستوى عالي من الحرفيه من المهنيه. اليوم اول مره في نهائي افريقي، تعرف نهائي افريقي في كاس رابطة الابطال، انا واحد من الناس اربع نهائيات افريقيه، اول مره فريقين في النهائي يكونوا في نفس النزل. اجواء ممتازه، ان شاء الله نكملوا هذا في مباراه. اليوم اجواء ممتازه في النزل، ان شاء الله تكون في ارضيه المباراه روح رياضيه كبيره، ونحاولوا نهديوا حاجه للثوره التونسيه وللثوره المصريه. كابتن، طبعا يمكن الفريق وصل بالامس وهناك تدريب رئيس واحد على استاد برج العرب اليوم ليله المباراه، هل الفريق ادى تدريباته الاسبوع الماضي هناك في تونس لذلك فضل الكابتن نبيل معلول ان يكون تدريب وحيد فقط على الملعب الرئيسي، وبالامس كان في تدريب كلمنا عنه لانه كان تدريب قصير جدا عقب وصولكم للفندق؟ صحيح، هذيك عاده من عادات الترجي ولا نقطة من نقاط الترجي اني ديما نسافروا 48 ساعة، يعني مرة ولا اثنين في الرحلات الافريقية نسافروا قبل طائرة خاصة، وقت تكون طائرة خاصة في ثلاث ساعات يعني من تونس للاسكندرية. فضلنا نعملوا حصة خفيفة البارح واليوم حصة رئيسية فقط في ملعب اسكندرية باش نتعودوا شوية بالاجواء تاع الملعب الارضية، شوفوا شوية المساحة تاع الملعب، غرف الملابس، كل شيء، يعني مش من غدوة ما نتفاجئوش بأي مفاجأة. نتصور اليوم أهم حاجة بالنسبة لنا نعدوا حصة تاع اليوم تكون فيها 50 دقيقة ساعة، تكون حصة ممتازة. هذا أهم حاجة بالنسبة لنا، أن نتعرف على أرضية الميدان، المناخ وساعة المباراة، لأنه تكون هذوما أجزاء تكون مهمة ياسر في المباراة إن شاء الله. شكرا جدا كان خليل، وبالتوفيق باذن الله للفريقين، خروج بنتيجه طبعا، يعني طبعا نتمنى التوفيق للاهلي والترجي، لكن في نفس الوقت اللقاء يعبر عن الاشقاء بين مصر وتونس. صحيح، ان شاء الله ان شاء الله كما قلت لك نهديو حاجه للثوره المصريه، حاجه للثوره التونسيه، ثم تكون زاد بوابه للبطوله المصريه باش ترجع، لانه اليوم الشعب الكل، الشعب العربي يحب كره قدم، نتصور اللي في مصر زاد يحبوا كره قدم، كره قدم ما غير جماهير ما نتصورش كان مش تنجح. نتصور ان شاء الله بالمباراه هذه نهديو للجمهور المصري عوده الجماهير ان شاء الله. ميرسي عايش. اذا ده كان لقائنا مع الكابتن خليل المعد البدني لفريق الترجي التونسي، وطبعا وتدريب الرئيسي اليوم قبل موقعة برج العرب غدا ان شاء الله في السابعة مساء. عودة من جديد.